احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ هذا يسال بالنسبة للعمرة يقول انا اذهب للعمرة بين كل ثلاث اسابيع اخذ عمرة وارجع لانني ولله الحمد مقتدر والمال متيسر لدي. طيب قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فمتابعة العمرة هذا مستحسن وطيب لانها عمل صالح لا سيما اذا كان بين العمرتين فتره مثل ما ذكر السائل فهذا احسن نعم